السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنتكلم إن شاء الله عن حاجة اسمها الجكويري إيد، إن أنت تضيف بقى حاجة بعد العنصر، حاجة قبل العنصر، حاجة جوه العنصر. هنشرح أول حاجة معانا حاجة اسمها الأفتر ويل بيفور. كالعادة عاملين زرار، وهنعمل مثلا ديف مثلا، وأكتب فيه كلمة مثلا ده ديف رقم واحد، ونعمل كمان أقول له ديف رقم واحد، ماشي ديف رقم واحد، وهنعمل كمان ديف ونسميه مثلا ديف رقم اتنين، وهاجي اقول له يا عم الديف انا هضيف بعديك مثلا عنصر معين او زبان او كلام او اي حاجة، فانا بقول له يا عم الديف اهو يا عم الديف عايز اضيف بعديك دوت افتر، هضيف بعديك تكست معين، فتكتب هنا التكست اللي انت عايزه او الاوبجكت اللي هو مثلا زبان هيدنج تاج اي حاجة، هضيف بعديك وليكن زبان في كلمة مثلا تكست وقفل الاسبان. يبقى انا بقول له يا عم الدف انا هضيف بعديك اسبان، اهو هعمل ريلود واشوف الاسبكت اليمنت بتاعنا. طبعا انا عندي عشان عامل ستايل الدف نسيبنا خالص من الدف ده بتاع الفيديو اللي فات مفيش مشكلة، ريلود اهو وركز على الدف اهو، دوست جكويري اكشن ضاف لي بعديه فعلا كلمة اسبان. طب انا محدد دف فبيضيف بعده كله، ضاف لي بعد ديف الاول تكست وضاف لي بعد ديف التاني تكست، فبقول له ضيف لي بعد اي ديف ضيف لي بعديه الاسبان التكست بتاعك. كلام جميل جدا. عايز تضيف مثلا بحته الكول باك فانكشن، فبعمل ايه كالعاده هاجي اقول له فانكشن وبياخد اتنين بارامتر اللي هو الاي والمحتوى اللي انت عايز تضيفه، وتفتح البراكت ده وتقول له ريتيرن المحتوى اللي انت عايزه اللي هو ده الاسبان بتاعك اهو، انا كاتب مره اهو الاسبان بتاعي، هعمل ريلود نفس الفكره بالظبط اهو، نفس الفكره بالظبط، يبقى سواء كده او كده بقول لك بالطريقتين عشان تكون فاهم كل حاجه. الاي اللي هو بيعدي على الديف الاول ويضيف فيه الكونتنت، بعد كده يعدي على الديف الثاني ويضيف فيه الكونتنت اللي هو الاسبان تكست وهكذا. كلام جميل. نفس الفكره بيفو، هبدل بس افتر بيفو، هنا كان بيضيف بعده لكن البيفور هيضيف قبله اهو، ضاف قبله اهو، ضاف الاسبان قبل الديف واحد، ضاف الاسبان قبل الديف اتنين، بيضيف قبل افتر بيضيف بعد بيفور بيضيف قبل، نفس الفكره بالظبط من غير الكول باك فانكشن خالص اهو، واقول له ضيف بس كلمه تكست مش اكتر، مش لازم جوه زبان ولا اي حاجه، ادي الريلود اهو ريكوي نفس الفكره بالظبط. تعالوا نضيف مثلا اتش 2، اتش 2 اهو، واقفل الاتش 2 بتاعتي، الاتش 2 في طبعا غلطايه هنا اهو نشيل دي، تمام جدا. هضيف قبل كل ديف اتش 2 اهو، ضاف لي قبل الديف ده اتش 2 وضاف لي قبل الديف ده اتش 2. كلام جميل جدا. يبقى مختصر الدرس الافتر والبيفور بتضيف محتوى، تحدد السيلكتور بتاعك وتقول له انا هضيف كذا، ضيف بقى ديف، تضيف مش عارف باراجراف، تضيف تكست معين، ضيف اللي انت عايزه، بيتحط بعديه او بيتحط قبليه سواء افتر او بيفور. اتمنى يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.